الحقيقه زي ما بناكد ان الاهتمام بالطفل كان من الحاجات المهمه جدا اللي اهتم بيها مهرجان العالمين، وده شفناه مع بدايه انطلاق مهرجان نبته واللي ضم فقرات كتير وكان ليه اهداف مختلفه، منها تنميه مهارات الاطفال واكتشاف مواهبهم المختلفه. خلونا نتعرف اكتر على ابرز الحاجات اللي شهدها مهرجان نبته من الكاتبه والشاعره الغنائيه منى عدلي القيعي. برحب بحضرتك. مساء الخير، وازي حضرتك، اخبارك ايه؟ مبسوطه جدا ان انا بكلمكم النهارده. منورانا. وشايفه ازاي مهرجان نبته السنه دي في مهرجان العالمين تجربه مختلفه، تجربه اهتمت بالطفل بالتحديد، رايك ايه في المهرجان واللي حصل؟ والله انا رايي ان هي تجربه كانت مهمه جدا، وهي من بره كده يبدو ان هي للطفل، لكن هي في الاخر احنا كلنا استمتعنا بيها وكلنا انبسطنا. حاجة فيها كده روح إيجابية ومود حلو وانرجي، طاقة جميلة جدا، وفي نفس الوقت هي حاجة مهمة، وياريتها يعني تحصل أكتر من يوم في السنة وأكتر من حدث في السنة. ويعني هي بجد حاجة الواحد دايما بيستناها، وتلاقينا كلنا قاعدين مع بعض في الكواليس بنقول احنا ليه مش بنعمل محتوى للأطفال كفاية، احنا ليه مش بنعمل ورش للأطفال كفاية. كل الناس بلا استثناء ما عندها يعني عندها استعداد، وكأننا كنا بس مستنيين اللي ياخد بينا الخطوة يعني. فالحقيقة المهرجان حقق لنا ده، وأنا كنت مبسوطة جدا، كنت حاسة إن هي يعني خطوة تجاه حلم شخصيا عندي، أنا إن أنا عندي شوية محتوى هموت وأقدمه ونفسي أقدمه، بس مش عارفة عن طريق مين ومن خلال مين. فالمهرجان وشركة المتحدة طبعا أتاحوا لنا ده، وكانت بالنسبه لي حاجه فعلا كنت مبسوطه بيها قوي قوي يعني. طب كانت تجربتك ازاي مع الاطفال؟ يعني شايفه تجاوبهم كان ازاي؟ شايفه فعلا دايما بنقول الجيل الجديد مختلف، ممكن مهاراتهم مختلفه، من خلال تفاعلك مع الاطفال اللي شاركوا في المهرجان يعني ايه اللي لاحظتي؟ انا هقول لحضرتك حاجه، احنا قبل ما نبتدي نشتغل على الاغاني واحنا دايما عندنا ملاحظه، سواء انا والملحن صديقي الملحن والموزع احمد طارق يحيى، دايما بنلاحظ لما بنقعد مع بعض وبنتكلم ان اغانينا حتى ان هي ما كانش بيبقى مقصود بيها الاطفال، الا انه بنطلع بالاغنيه في الاخر نلاقي الاطفال حافظينها وحابينها وبيغنوها. لما عملنا اليوم الحلو ده، لما عملنا الغزاله رايقه، حتى لما عملنا اختياراتي مدمره حياتي، نلاقي الاطفال بيحبوا الاغاني دي وبالراحه يا شيخه. كل الاغاني اللي عملناها الحمد لله يعني كنا بنلاقي ان الاطفال كمان بيحبوها وبيغنوا معاها. فنقعد نسال بعض، الله طب احنا يعني ده هما يا اما هما متعطشين جدا لمحتوى وبيضطروا يسمعوا الاغاني اللي احنا بنعملها للكبار علشان ينبسطوا ويحتفلوا بيها هما كمان، يا اما احنا فينا برضو ان احنا عارفين نتواصل ومش مستغلين ده. فكان من هنا بقى ابتدينا يعني اول ما جت الفرصه قعدنا مع بعض وقررنا ان احنا نعتبر ده مشروعنا الشخصي يعني، وجزء من حلم كبير. يمكن هي بدايته كانت من خلال المهرجان، عملنا اغنيتين، اغنيه مع طبعا هشام ماجد واغنيه مع احمد امين، والاثنين كانوا في منتهى التعاون واللذاذه بصراحه، وهما الاثنين معشوقين من الاطفال، فكان ده مسهل علينا. الاغنيتين دول كانوا في سياق المهرجان، مهرجان نبته بالتحديد. احنا كنا مهتمين ان الاغاني تبقى في سياق اليوم يعني مرتبطه بالورش وبالمهرجان، مرتبطة بالمهرجان، ولكن في نفس الوقت ان احنا كنا برضو نفسنا ان احنا نعمل حاجة تعيش يعني بعد المهرجان، ما تبقاش حاجة خاصة بالحدث فقط، تبقى لما تسمعيها من خلال الحدث يبقى في اطاره ومفهومة من ضمن الفعاليات اليوم، لكن كمان ان هي حاجة تقدري تعيش معاكي وتسمعيها تاني وتالت والى اخره. يعني لسه طبعا الوقت هيبين لنا اذا كنا نجحنا في ان احنا نقدم ده ولا لا، لكن ده اللي احنا كنا كلنا كتيم بنحلم بيه مع المخرج طبعا هشام فتحي، كل الناس يعني كل الناس اللي شاركنا في اليوم ده، استاذه نشوى برضو طبعا من واتشيت، يعني مش عايزه انسى حد، لكن كل الحقيقه الناس اللي اشتغلنا مع بعض على البروجكت ده كان عندنا هدف ان احنا بنقدم حاجه للمهرجان، لكن الفكره اصلا من المهرجان ان هو مش حدث ولا يوم ولا اسبوع وسلام عليكم، لا احنا بنعمل حاجه علشان اللي بيطلع منها ايا كان ورش، ايا كان محتوى اغاني، ايا كان حاجه بيتعلموها او غيره،
تكمل معانا بقى، يعني احنا عايزين نبني على حاجه يعني تفضل. ما هي دي الفكره، ازاي نضمن استمرار مهرجان زي مهرجان نبته يعني يتكرر تاني في العالمين السنه اللي جايه، ويكون كمان يعني يتكرر بقى على مدار السنه باشكال مختلفه وبتعاون. بالظبط، انت طول ما انت بتقدمي محتوى الطفل المتلقي على قد ما هو ذكي جدا جدا ومش اي حاجه والسلام كده ترضيه، على قد ما هو متلقي سخي، يعني كل ما هتديله هيبقى مستقبل لو احترمتي عقله واحترمتي ان انت قدمتي حاجه تسليه وتكلم ذكائه كده، عارفه تديله حته ترفيهيه على حته تعليميه، على بتكلميه بلغه مش كانه يعني في حته انت باصه من فوق، بالعكس انت اللي باصه لفوق. فانت طول ما انت قادره توفقي ده هو بيستقبل منك، احنا اللي بنوقف المحتوى. يعني انت لو ركزتي هتلاقي ما فيش حد تعب، ومن زمان من زمان احنا كبرنا وكبار كبار كبار النجوم، سواء بقى فؤاد المهندس، سعاد حسني، صفاء ابو السعود، الاسامي يعني سعاد يونس، سمير غانم، مع حفظ الالقاب للجميع. بس انت لو ركزتي هتلاقي اكبر نجوم غنوا للطفل، وعبد المنعم مدبولي، محمد فوزي، يعني مش هعرف اعدلك ايه ولا ايه، ومفيش حاجه ما عاشتش معانا لحد النهارده، احنا بس اللي جالنا وقت يمكن انشغلنا في سكك تانيه، وجي وقت ان احنا كلنا كده نقول ايه؟ لا يلا بينا، احنا بس كنا محتاجين زقه، يعني محتاجين حد يقول إيه يلا الاولى عشان نمشي وراه. انا بشكرك شكرا جزيلا الكاتبه والشاعره الغنائيه منى عدلي القيعي، شكرا ليكي.